كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم وصيام مقبول. رمضان بيفكرنا بالتراث والتاريخ، وعلى فكرة تراثنا فيه جانب مهم عايز أكلمكم عنه، الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء المسلمين نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير وكتير، وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة. تعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. النهاردة هنروح مع عالم آخر الحقيقة نقدر نسميه من مؤسسي علم الصيدلة الحديثة. عايزين نتكلم عن سليمان بن حسان المعروف بابن جلجل. ابن جلجل عاش في القرن العاشر الميلادي، ولد في طليطلة سنة 943 ميلادية، وتعلم في قرطبة وتوفي فيها سنة 994 ميلادية. وهو في هذه الفترة كان دخل في خدمة هشام بن الحكم الأموي، ونال عنده مكانة عظيمة كطبيب. ابن جلجل على أي حال هو من العلماء الرواد في الطب وفي الصيدلة، ودرس أمهات الكتب في الحقلين المترجم والمؤلف، واهتم اهتمام خاص بكتاب الحشائش لديسقوريدس، فعمل على شرحه وفسره وعلق عليه، وخصوصا أسماء الأدوية المختلفة. وله كتاب اسمه تفسير المقالات الخمس من كتاب ديسقوريدس، وضع ابن جلجل في هذا الكتاب أسماء الحشائش والأدوية وما يقابلها بالبربرية واللاتينية والعربية المستخدمة في المغرب والأندلس للتعرف عليها. وقد وضع الكتاب في قرطبة، وأغلب مؤرخ العلوم بيقولوا أهمية الكتاب ده لحاجتين. الحاجة الأولى أنه من المصادر الأساسية في الصيدلة للعلماء اللي جم بعد ابن جلجل، كلهم أخذوا منه. الثاني أن المعلومات دقيقة جدا اللي ذكرها ابن جلجل عن كتاب الحشائش، وإزاي وصل كتاب الحشائش لديسقوريدس إلى الأندلس وتم التعرف عليه. ابن جلجل الحقيقة له خدمة أخرى جليلة ندين له بيها، إن هو اهتم بالتراجم، فألف كتاب بعد وفاته نال شهرة عظيمة. هذا الكتاب يعتبر من أهم المصادر في تاريخ العلم العربي، وهو كتاب طبقات الأطباء والحكماء، وابن جلجل كتب فيها تراجم كبار العلماء اللي سبقوا. وابن جلجل له رسالة ناقش فيها السابقين عليه من الأطباء في بعض المسائل الطبية، وبين إيه الغلط في اللي هما بيعملوه، وله مقالة أخرى عن الترياق يعني علاج السموم، كان بيبحث فيها عن جميع المعلومات عن أصل الترياق وتركيبه، وحدد فيها أدوية جديدة تدخل في تركيب الترياق ووصفها ونوعها. وكان الكتاب ده أهم كتاب لناس كتيرة في هذه الفترة. الحقيقة علماء الأندلس دول أسهموا كتير كتير، مش بس في المعرفة في وقتهم، إنما أيضا في النهضة الأوروبية اللي جت فيما بعد وتعلمت على أيدي هؤلاء العلماء من علماء المسلمين.